ونقول صباحكم عسل ومو أي عسل، عسل كويتي، حيث حققت الكويت إنجاز عالمي كبير قبل أيام وتحديدا في لندن، حيث حصل عسل السدر الكويتي على المركز الثاني عالميا في مسابقة العسل اللي نظمها معرض العسل البريطاني، من بين أكثر من 2100 عينة عسل تم عرضها في هذا المعرض. أكيد عبد الرضا، يسعدنا اليوم يكون معنا صاحب هذا الإنجاز النحال الدكتور عيسى العيسى، المتخصص في تربية النحل. نتعرف أكثر على عسل النحل الكويتي تحديدا ومزاياه اللي خلتها في المقدمة دائما، وهذا ثاني إنجاز يكون معنا تحديدا في صباح الخير الكويت مع الدكتور عيسى العيسى حتى يكلمنا عن هذه الروعة اللي وصل لها من خلال العسل اللي قدمه. يسعد صباحك وحياك الله معنا. وصباحك غادة، صباحك عبد الرضا، وصباح كل المشاهدين، وشكرا على الدعوة، ويعطيكم ألف عافية على قومة الصبح. الصراحة ما أدري شلون الساعة كم تقومون أنتم مع العسل، صباحك عسل بيكون أكيد. نروح معكم لتقرير صغيرون، نرجع نواصل حديثنا الجميل عبر صباح الخير يا كويت. ترد نقول صباحكم عسل مرة ثانية ونبارك لك دكتور، يعني صراحة إنجاز جدا جميل، يعني مثل هذا المعرض العالمي. ببداية الطريق إلى هذا الإنجاز شلون كانت وشلون وصلت ما شاء الله إلى تحقيق هذا المركز؟ والله أول شيء توفيق من رب العالمين، ثاني شيء أمانة نشكر مناخنا، نشكر أشجارنا، ويعني الواحد اللي يطالع المناخ الكويتي نظرة من بعيد يشوف مناخ صحراوي، بس صدق المناخ الصحراوي يركز الرحيق، وسبحان الله شجرة السدر فيها كمية كبيرة من يعني الفوائد العلاجية. فأمانة هذا فضل من الله وفضل من الأرض الطيبة اللي عطتنا نفط في يوم من الأيام، وإن شاء الله بإذن الله تعطينا عسل كمصدر دخل بإذن الله جبار. لما ذقت العسال العالمية خلاص صارت هذه مثل هوايتي، وبلشت يعني أخذها بشكل جدي، قمت أفتر العالم وذوق، لقيت إن عسلنا يساويهم إذا ما يتفوق عليهم. دخلت المسابقة أول مرة كتجربة، يعني قلت بشوف شو السالفة. أنا أول سالفتي مع المسابقة أني بالصدفة قبل 4 سنوات كنت في لندن بالصدفة، وقعدت أدخل كذي كان أشوف ولا في مسابقة، يعني كدعاية دخلت ولا مسابقة وأنا بلندن، خلنا أروح تقريبا ساعة من لندن، تعنيت رحت شفت مسابقة، قلت ودي بيوم من الأيام أشارك في المسابقة. يوم دريت هني دريت أن في مسابقات حق العسل، وصار تركيزي من وقتها، كنت توني ما صار لي شهرين ثلاثة هاب بالعسل والنحل كذي، كان احط هذا هدف من اهدافي، والحمد لله بنيت كل الخطة على ان اشارك بهالمسابقات يوم من الايام، وهذا اللي صار. العام كانت يعني مسابقة واول مرة نشارك، وابدا ما كنت اتوقع نفوز. صحيح. العام فزنا بالثالث بعد السعودية اي كان السعودية وقبلها امريكا اي السنة بلغاريا بس فوقنا إيه. وبعدين على طول السنة تصدرت الحمد لله على الوضع إيه. العربي الحمد لله الحمد لله اي، ولما نفوز بالمراكز الثلاثة الأولى سنتين وراء بعض ترى هذه شهادة المفروض نوقف عندها وقفة طبعاً. ونقول العالم وخبراء الناس في العسل والناس اللي تعشق هالمجال هذا قاعدة تقدر عسلنا، حلو ان احنا بعد كأهل بلد ان نحطها كشيء يعني او كخطة في بالنا، نحط لها خطة يعني محكمة ان تنتقل فيها لمراحل اكبر ان شاء الله، صح، وتكونون مصدرين. دكتور عيسى، يمكن ردود الافعال اثناء المسابقة والسعادة اللي شعرتوا فيها، يمكن شعرتها من خلال هذه المسابقة، 2100 عينة تقريبا وتسيد العسل الكويتي المركز الثاني، فشنو كانت ردود الافعال، الاصداء اللي شفتوها من خلال المسابقه؟ يعني انا يعني صراحه كنت اتمنى ان نفوز، كنت حاط ببالي ان شاء الله يجيب الاول يجيب الثاني طاير من الفرح، بس اللي اسعدني الحكام والخبراء. انا اعطيت تقرير ما ادري اذا يقدرون يحطون الحكام ورايهم في العسل الكويتي ومكانة عسل السدر بشكل عام عند الأجانب، ترى ما هي قليلة. أيوة. الحين توه في عسل جديد طالع بنيوزيلندا اسمه عسل منوكا ومكتسح، بس ترى قبل صح. منوكا طول عمر الدنيا المتصدر عالميا هو عسل السدر، مشهور بتاريخه، مشهور بفوائده، ومشهور بطعمه الحلو اللي يستسيغه الكبير والصغير. فتشوف نظرتهم حق العسل الكويتي الحين الحكام منظمين لهذا في نظرة مختلفة وحلوة، ويسعدني ككويتي ان اكون سويت هالشيء هذا على الاقل في مجال
يعني بهال يعني بهالأهمية. جميل جميل. راح نشوف احنا الفيديو معنا هني اللي هو طبعا قلنا مختص بمشاركتك ايضا في بريطانيا وايضا موضوع العسل الكويتي، راح نعرضه هني عندنا على الشاشه، فخليكم معنا. واكيد احنا طبعا عندنا مجهزين لكم هذه الفلاشات وهذه الصور ايضا بشان العسل الكويتي. امانه مو فوز لنا، فوز حق كل نحال كويتي. This is the largest show of its kind in the world. 2100 entries. وحب ابشركم ان عسل الكويت فاز بالمركز الثاني بالعالم. Kuwait wiped the board really this year. Their honey has got a very very unique taste. You're international, so if you win those, you can legitimately say you're the best in the world. Cider is one of the most profoundly important honeys on earth. The Kuwaiti entries have done very very well, and I congratulate you all. Congratulations to Kuwait. نحن وايد فخورين بهالإنجاز، نشارك بهالمسابقات هذه بس عشان نرفع اسم الكويت، وفوز أمانة حق هيئة الزراعة اللي ساعدتنا وزرعت الأشجار العاسلة اللي طلعت لنا هالعسل هذا. إذا شفنا هذا الإنجاز الجميل، فألف مبروك مرة ثانية. يعني فعلا رفعت اسم الكويت بشكل حلو، وايد حلو، بشكل العسل مثل ما يقولون. أبي انعكاسات هذا الإنجاز الحين على المنتج الكويتي، على العسل الكويتي. والله لما بلشت أدخل بهالمجال كان الناس يحبون العسل الكويتي، بس كنت أشوف الاهتمام أكثر بالعسال المشهورة عالميا، مثل العسل اليمني، مثل العسل المنوكة. الحين عقب هالانتصارات اللي بديت أحسه أن الناس لا صار اهتمام، اي مو بس بالكويت، حتى برا الكويت قمنا تجينا اتصالات من برا، شلون اذا نبي نستورد منكم؟ يعني مو هذه فائده الفوز، انه يخليك على مستوى العالم مو بس محليا. صحيح. إيه؟ كذلك محليا وعندنا انتاج كافي. بصراحه هذه مشكلتنا. يعني اذا في هدف من يأتي اليوم او رساله ودي اوصلها هي هالشيء هذا. ما شاء الله الخليه قبل في السابق في الكويت لقله النحالين كانت تدخل كميات اكبر، الحين نفس الاشجار والنحالين كثروا، فش يصير في النحل؟ يدخل كميات أقل. قبل خلينا ندخل تقريبا 10 كيلو. عالميا دخل من 25 إلى 30. إحنا بالكويت 10 مناخ صحراوي ما يخالف، بس الحين وصلنا مرحلة اللي 2-3 كيلو، يعني بقى شوية ويبدي يصير المشروع ماديا خسران. صحيح. فاللي نتمناه أمانة أول شيء نشكر، أنا بشكر ثلاث جهات رسمية صراحة، بشكر هيئة الزراعة، بشكر وزارة الأوقاف ووزارة التربية، لأن هذول الجهات الثلاثة وايد معتنين بالزراعة وعندهم القدرة بعد إنه يسوون أكثر. صحيح. لأن عسلنا معظمه منهم من البيوت ومن هذول من هالهيئات الرسمية. اللي نتمناه بس إن نزود زراعة الأشجار العاسلة، لأن العسل النفط إذا بيظل النفط عبد الرضا صدق ما تأثر، بس النفط طاقة ناضبة. وودنا نهتم حق العسل. صحيح. لأن العسل ما راح ينضب، الأشجار كل ما تكبر تعطيك ورد أكثر وبالتالي عسل أكثر، ودنا يصير تركيز عليها، يعني حتى لو تخدم 1000 ولا 2000 مواطن بالمستقبل. صح. هذا بالعكس هذا شيء زين، وان شاء الله بازدياد ال1000 يصيرون ان شاء الله 4 أو 5. صح. ويصير مصدر دخل ثانوي حق البلد، هذاك الذهب الاسود وهذا الذهب الذهبي بعد شبه. نعم ما شاء الله. اكيد دكتور عيسى، دائما يقال ان العسل من الارض نفسها لما الواحد ياخذها تفيده اكثر من اللي من برا. طيب شو اللي يميز عسلنا الكويتي، عسل السدر تحديدا، عن غيره من الاعسال؟ خوش سؤال. شوفي، هو كل عسل أصلي طيب، وهذا اللي مذكور في القرآن في سورة النحل. صحيح. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فمختلف الألوان، مختلف يعني الدولة الواحدة راح تصدر نفس لون، راح تطلع نفس لون العسل، بس العسل مثل ما انتم شايفين ألوان مختلف من الأبيض إلى الأدعم الغامج حيل. كل عسل أصلي زين، بس عسل بلدك في ميزة واحدة، إن النحل يأخذ من حبوب لقاح بلدك، وتعرضنا اليومي حق حبوب اللقاح هذه يسوي مناعة بالجسم ضدها. صح. فيقلل من مشاكل وأمراض الحساسية، وفي دراسات أولية العلاج المناعي هذا تعرضك للملوثات أو لحبوب اللقاح اللي تسبب المشاكل أصلا يقلل من فرصة السرطان. فعسل بلدك في هالميزتين هذول، يقلل الحساسية بشكل كبير، وكذلك بإذن الله مناعة. يسوي خلينا نقول هو كوقاية ضد السرطان، يعتبر من أفضل العلاجات. طيب ذكرت بأن نحتاج أن نزيد من زراعة الأشجار مثلا، شنو الاشتراطات اللي نحتاجها بحيث أن احنا نكبر من هذه الصناعة؟ يعني مثلا المناحل، شنو مثلا الاشتراطات اللي لازم تكون فيها؟ شنو اللي يخلي عسلنا يصير ممكن أجود وأفضل إن شاء الله؟ النحل من أروع المخلوقات، ما يحتاج منك ولا شيء. هو النحل يحتاج شغلتين، أشجار تطلع ورد وما صادر ماء، صدق عليه كل الباقي عليه. اللي نحتاجه نزرع الأشجار العاسلة، وهيئة الزراعة مو مقصرة، ترى مو مقصرة.
ودنا طبعا اكثر يعني، يعني الواحد يحلم انه يمر بالشوارع من المطار، لو تروح دول برا تمشى بالمطارات تلاقي اشجار يمين ويسار، وعندنا اشجار تعيش في جونا. الاشجار الصحراويه بالعكس تحتاج ماء اكثر من بعض الاشجار اللي قاعد تنزرع الحين مثل الكونكاربس وغيره. واذا يحسون ان الكونكاربس هي اشجار دائمه الخضره ونتفهم هالشيء هذا من هيئه الزراعه ونتمنى ان يكثرون من زراعتها، ما عندنا مشكله، بس ما في مانع ان تطعم بالاشجار. صحيح. العاسله. صحيح. اللي تستهلك ماء اقل وان شاء الله تفيدنا. وممكن الافراد ان يحصلون مثل هذه الاشجار ويزرعونها في هذه امانه. هذه هم نشكر فيها هيئه الزراعه، عندهم مشاتل بارخص الاسعار، تروح لهم بالعمريه على خط حديقه الحيوان عزك الله، اخر الممر على يدينك اليسار يعني اخر الشارع هذا، عندهم كميه كبيره من الاشجار تقدر تاخذ شتلاتك وتزرعها بارخص ما يكون. تمام، احنا ودنا يمكن غادي نجرب العسل والاشياء. إيه. فانا اقول لونه يشوق وشكله يشوق واورجانيك بعد ايش نبي؟ يلا عز الطلب. ايش رايكم نروح صوب هناك الكاونتر عندنا ويمكن نجرب انواع العسل اللي موجوده هناك؟ توكلنا. هذا العسل طبعا كله انتاج كويتي احنا قلنا مثل ما قلنا. هني لا صراحه الانتاج الكويتي شحيح نفس ما قلت لك، وامانه يخلص خلص ال تفضل يكون اسهل لك مثلا هني الموضوع. زين احنا شنو قلنا؟ يا دوبك احنا نطلع الخليه كيلوين، فصراحه ما شاء الله مع الطلب ومع الفوز صراحه الكميه الكويتيه العسل الكويتيه انفذت. بس انا جبت لكم عسال. انا اشوف هذا عسل ابيض. اي عسل ابيض. زين. هذا لازم تذوقونه، ذقتوا عسل ابيض؟ هم يثلنا الدعني عشان عشان ايوه عشان نجرب الصوبين. فائدته وايد كبيره العسل الابيض، ممتاز تماما بالذات حق البشره ومضادات الاكسده وفي كذا شغله. بس في معتقدات خاطئه دكتور عيسى، يقال اذا تبلور العسل يعني فسد، وإذا نحطه في الماء ما يعطي الفائدة، وإذا ناكله مثلا بالقفشة العادية راح يخرب. أي. الباجي لازم بالبلاستيك أو الخشب. أي. أو الخشب لا البلاستيك. إيه فوايد في معتقدات خاطئة. أول شيء اعتقاد أن الخشب الأفضل الأكفاش بالسابق كان صحيح، لأن قبل القفشة كانت حديد أو نحاس. نعم. اليوم لا، ستانلس ستيل ابدا ما يتاثر ما يفرق. آه. ولا قطره عسل راح تاكلها في حياتك اليوم ما مرت على ستانلس ستيل من قبل. وستيل العسل مليان فوائد بالمختبر قاعد نشوف هالشيء. فهذه خرافه ابدا ما لها اي اساس من الصحه. زين، والسؤال اللي يفرض نفسه. أي. ايضا وكثير ناس يسالونه، شلون نفرق بين العسل الاصلي والعسل اللي لك عليه شويه؟ لك له شكر. صدق ما في طريقه غير بالمختبر. أي. يعني يا ريت في طريقه، كان احنا يعني لما بالسوق يوريك ويسوي لك كذي ويقول لك هذا بس كذي قاعد. هذه بس طرق للبيع. امانه هذه كلها خرافات ان دلت على شيء فتعطيك بعض من خواص العسل. صحيح. مثلا اذا شفت العسل ثقيل تدري ان نسبه الماء قليله فيه، يعني هذه نسبه تعتبر طيبه. في ناس يقول لك هذا الخيط، هذه الخيط تدلك على نسبه الماء. زين تبون تذوقون؟ ليش لا، بالعكس الدعني هذا بالعسل الابيض. ابيض. اي صدق صراحه. زين الابيض شلون اساسا يتكون؟ ما نشوفه وايد بالسوق. العسل الابيض حال العسال الثانيه، يعني تاخذ نحله توديها الديره اللي هي قرغستان. اوكي. يطلع لك عسل ابيض. اه ما شاء الله. تجيب نحلهم هني يطلع لك عسل ادعم. اذا يعتمد على مصدر الرحيق. أوكي. الاشجار الموجوده في البلد. ضروري الطوقة. بالعافية. زين بالعافية. نجيب قفشه ثانيه. إيه بس كبرت اللقمه يا دكتور. تعبت على هواك. يعطيك العافيه. الله يسلمكم. وقلتي نقطه وايد حلوه بالنسبه للتبلور. هم هذه رسالة وايد مهمة. معظم الناس يعتقدون العسل إذا تبلور يعني تلف. إيه. وهالشيء هذا خطأ، وهذا الشيء أصلاً اللي قاعد يقلل فوائد العسل لكم. تدري يصير ضغط من الناس اللي شافوا العسل متبلور يردونه حق راعي المحل، فراعي المحل لما ناس يسوون كذي شو يسوي؟ يحل مشكلة التبلور ترى بربع ساعة، يسخن العسل ويشخله. بس. تمام. بس يروح 90% من فوائده، يجهزه خلينا نقول ذوقياً عشان يتناسب معاكم. أيه. بس العسل الأصلي تبلور أبداً ما يقلل من فوائده. اكلوا اذا العسل تبلور بالعكس اكلوه. شم ما بقطع كلامك. أي. بس شم على العسل شلون مفيد؟ صيدليه كامله فيها. واحد. كل منتجات العسل. ما شاء الله. نصيحه تاكلون على الاقل قفشه قفشتين باليوم، بس ما نكثر بلعه لان البلع مو زين حق الجهاز الهضمي. اذا كثر. أوكي. دكتور قلت احنا لا نعتمد بس على النفط ونركز ايضا على العسل، فانا اقول لا تركز وايد على الاسنان، خليك وركز على العسل. وخندوق شويه ان شاء الله. طبعا راح نروح حق زميلنا الحين نجيب القحطاني. ما شاء الله عليه في مجمع الوزارات هناك طبعا قاعد يعني الاعمال بناء على قدم وساق. راح يعطينا جانب من هذا. خلينا نشوف نجيب القحطاني واحنا راح نشوف العسل ونعطيكم رايي من بعد العسل. انا طاح الماي.